أنا حدا كتير بهتم ببشرة وجهي، يعني لدرجة بخاف عليها أكتر من أي شيء، كأنها قطعة مجوهرات عندي إياها. فالبشرة هي الواجهة، خاصة بشرة الوجه. أنا كتير بنظف وجهي قبل ما نام، يعني بحرص على أني ما خلي ولا ميك أب على وجهي. الصبح بس أوعى، مش معناتها إذا منظفينه قبل ما نام الصبح ما لازم يتنظف. بحط كريم، بحط باز على وجهي قبل أي برودوي بدي حطه بالمكياج. بغسل بمي مسقعة عطول، وكتير منيح من وقت للتاني انه لما نوعى نحط كوب تلج على وجهنا نمرقهم، فهيدا كله بيساعد. وطبعا الاكران توتال ايفن بفصل الشتاء لازم ينحط على الوجه لنحمي منش بس من الشمس، من كل شيء اشعة الضوء، من اي شيء. للشعر بتعرفي انا هون موجودة بالمغرب وعندي صديق هو خبير الشعر احمد سليمان، رحت امبارح لعنده. على فكرة كل فترة بيبعتوا لي البرودكتس على البلين وبستعملهم. بعمل ماسكات كتير، وكتير حبيت الماسكة اللي عمل لي اياها امبارحة للمعية. يعني أنا اليوم مش عاملة شعراتي، بس على فكرة أنا اليوم قايمة من امبارح بعضهم شعراتي، لهالدرجة كتير بحبوا هيدا الماسك عن جد، لأني أنا بالمغرب بدعي كل صبية إنها تستخدمه لأنه روعة. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تشتركوا أبوني في لاشين يوتيوب.